لطالما كانت اسطنبول عصية على الفتح، ولم تستطع جيوش المسلمين في أوج قوتها اختراق تلك الحصون حتى تمكن العثمانيون من فتحها، واعتبرت تلك اللحظة بداية العصور الحديثة، وغدت عاصمة الدولة العثمانية في حقبة التاريخ الجديد. بعد أن بسط السلطان محمد الفاتح سيطرته على اسطنبول وأسقط أسطورة المدينة العصية على الفتح، اتخذها حاضرة للدولة العثمانية وبدأ بترتيبها على نهج تلك الدولة وتزيينها بالطابع الإسلامي، وركز السلاطين من بعده على بنائها أيضا، واستقدموا إليها أمهر الصناع من كل حدب وصوب، واهتموا بتشييد المساجد التي ضمت قبورهم، وجعلوا من المدينة حكاية الناس في كل مكان. ويرى الكثيرون أن السلاطين قد أغفلوا ما تبقى من المدن الكبرى وخاصة العربية منها على حساب اسطنبول وتمجيدها. اسطنبول تاريخي باشكنت olarak Asya toprakları değil Avrupa topraklarında kurulan bir şehirdir. İstanbul التي يحكى عنها في التاريخ هي المدينة التي بنيت في القسم الأوروبي اليوم، ولا طالما كانت في هذا القسم، لذلك ينظر إليها أنها مدينة أوروبية. وبالنظر إلى موقعها في هذا الجزء، فإن علاقتها كانت وما زالت قوية بأوروبا على الصعيد الثقافي والتجاري، وكانت طوال السنين الماضية بوابة كبرى مفتوحة على القارة العجوز، وخاصة في فترة الدولة العثمانية. وكونها كانت عاصمة لأكثر من إمبراطورية، إضافة لموقعها الهام في العالم وخاصة القديم منه، كان لابد من تدفق رؤوس الأموال وأصحاب الأعمال التجارية وغيرها إليها، وأن تشيد فيها الأبنية والجامعات والمدارس، وقد تم الاهتمام بها على جميع الأصعدة، فكان لابد من أن تبقى مدن الأناضول والدول العربية وما جاورها من دول السلطنة دون اهتمام إذا ما قورنت باسطنبول، ولكن الأمر لم يكن تفرقة عنصرية أو ما شابه. طبعا الدولة العثمانية استثمرت أكثر شيء في المناطق البلقان المسيحية، لأن هذه المناطق كانت تحتاج أكثر عناية وأهمية بالنسبة للسكان المسيحية. ولكن إذا ننظر إلى الأناضول، هم يعني الأتراك يعني يعيشون، والعالم العربي، هناك نوعا من التقصير موجود، ممكن ليس بسبب التقصير القصدي أو عمدي، ولكن هم كانوا المسلمين في النهاية. وكون السلطنة مسيطرة على البحر المتوسط، فقد كانت على علاقة وثيقة مع الفرنسيين الذين كانوا يشكلون مملكة قوية بحد ذاتهم، وهم على خلاف واسع مع الجرمانيين أي النمساويون في ذلك الوقت، الذين كانوا يعتقدون أنهم الأباطرة الرومانيين وأنهم أهل البابوية والتي تتبع لهم وأنهم يحملون تاج الإمبراطورية، في حين أن العثمانيين كانوا يعتقدون أنهم هم وحدهم أصحاب التاج في الإمبراطورية الرومانية، وبموجب معاهدة كارلوتشا يمنع العثمانيون من استخدام لقب الإمبراطورية الرومانية، وتسمى وقتها السلطنة بدار الخلافة. وفي الفترة الأخيرة من السلطنة منحت الدولة العثمانية للأجانب ولغير المسلمين مجموعة كبيرة من الميزات التجارية التي تسببت بتخلف أهل الأناضول والعرب، وجعلت العرب يبتعدون عن المركزية قبل زمن، وكانوا تحت حماية السلطنة التي أعطتهم كامل حريتهم ليمارسوها، وهم تراجعوا بنفسهم عن دعم السلطنة فيما بعد. الدولة العثمانية لم تتدخل في الشؤون الثقافية والدينية في البلقان وفي الأقطار العربية، خاصة
الآن العرب يتكلمون لغة العربية، كان بإمكان الدولة العثمانية أن تنشر اللغة التركية هناك، لأن 400 سنة يعني إذا ننظر إلى الفرنسيين تقريبا 50 سنة الآن أعلم الشمال أفريقيا يتكلمون بالفرنسي. أشهر الأعمال الفنية التي عرفت في عهد السلطنة العثمانية كانت حرفة الخط، فللأحرف العربية أشكال شتى، وباعتبار أنها أحرف القرآن وأن الأستانة عاصمة المسلمين كان لابد من دعمها من قبل السلاطين. فما هي الحروف واللغات التي مرت على اسطنبول عبر تاريخها الطوال؟ أغلب الشعوب التي اعتنقت الإسلام واتخذته منهجاً وديناً منذ انتشاره الواسع خطت كتابتها بالحروف العربية. كان أبرز تلك اللغات الأوردو والفارسية والعثمانية. ترى الخط العربي حاضراً في كل زاوية من زوايا اسطنبول العتيقة، في مقابرها ومقراتها الرئيسية ومكتباتها وميادينها القديمة. ومع تشكيل الجمهورية الجديدة ألغى أتاتورك الكتابة بالحروف العربية، وبدأت مرحلة الحروف اللاتينية في محاولة للقطيعة مع العهد العثماني وتاريخ الحضارة الإسلامية كما يراه مؤرخون. كون إسطنبول كانت عاصمة لإمبراطوريات عدة عبر مرور التاريخ، فقد تم استخدام عدد من اللغات فيها، ولم يقتصر الأمر على لغة واحدة، فكانت اللغة الإغريقية واليونانية في العهد الروماني والبيزنطي، وبعد الفتح تحولت إلى مدينة إسلامية لغتها الرسمية التركية التي تكتب بالأحرف العربية، أي اللغة العثمانية، وهي مزيج من اللغات التركية والفارسية والعربية. اللغة الأساسية المتداولة في اسطنبول هي اللغة التركية. كانت سابقاً تكتب بالأحرف العربية، وذلك قبل ثورة ما يعرف بتغيير الحرف عام 1928، ونطلق عليها اسم اللغة العثمانية، أي اللغة التركية التي تكتب بالأحرف العربية، ويمكنكم رؤية كتاباتها في كل زاوية من المدينة القديمة، وهناك الكثير من الكتب كتبت بتلك الأحرف، وهي موجودة في مكتبة السليمانية، ولهذا السبب كانت حرفة التخطيط مشهورة جدا في السلطنة العثمانية. تعود الأشعار الأولية لمدينة اسطنبول لحوالي 3000 عام قبل الميلاد، وخاصة الأشعار المتعلقة بالخمر والعنب والكروم. وبعد أن تحولت اسطنبول إلى قسطنطينوبوليس، أي بعد حكمها من قبل الرومان، بدأت تكتب فيها الأشعار حول الرومان، وخاصة أن اسطنبول بنيت على 7 تلال بطريقة رومانية نموذجية، وبدأت خلال فترة الحكم الروماني تنشط حركة أدب وشعر جديدة. عدد من اللغات تم تداولها عبر تاريخ المدينة، كان أولها اللاتينية ثم اليونانية، وبعد الفتح كانت اللغة التركية، وكان المتنورون والمفكرون يتكلمون لغات أخرى كالعربية والفارسية إلى جانب التركية، كما كان كل قوم يستخدم لغته الخاصة حسب عرقهم وخصوصيتهم، فاليهود كانوا يتكلمون الإسبانية كلغة محلية فيما بينهم، وكانت هناك اللغة الغجرية منتشرة بين الغجر، والأرمنية أيضاً كلغة محلية إضافة إلى غيرها من اللغات. بقيت اللغة على حالها حتى عهد الجمهورية وثورة الأحرف، حيث تم التحول نحو الأحرف اللاتينية، وهي الأحرف نفسها التي كانت تستخدم قبل الفتح داخل المدينة، أي في ظروف بيزنطة، كما كانت هناك لغات عدة كالرومية والأرمنية، إضافة إلى لغات أخرى سائدة في منطقة جلطة كالإنجليزية والألمانية وغيرها من اللغات الأوروبية المعروفة.
على الرغم من أنه لم يحقق أي انتصار عسكري كبير، وعلى الرغم من صغر سنه حين تولى الخلافة وحين فارق الحياة، إلا أن السلطان أحمد كان من أهم السلاطين العثمانيين الذين عرفتهم مدينة اسطنبول. سلطان له حكاية غريبة مع أحد الأرقام الذي رافقه في تفاصيل حياته المهمة. إن مدينة اسطنبول ونتيجة لأهميتها وعظمتها يمكن لها أن تعظم سلطاناً بمجرد أنه بنى بناءً وصرحاً عظيماً فيها، فخلد ذكراه، وحتى وإن لم يكن له أي مشروع تطوير سياسي أو نصر عسكري. وهذا الأمر يتجلى في شخصية السلطان أحمد الذي حكم السلطنة 14 عاماً واستلم الحكم وهو ابن 14، وكان السلطان 14 ومات بعد أن عانى آلاماً شديدة في معدته لمدة 14 يوماً. فلم يكن مهماً على الصعيد السياسي والعسكري، لكنه اشتهر من خلال البناء الذي شيده والذي يعد اليوم من أهم الصروح العثمانية في إسطنبول. كان ترتيب السلطان أحمد السلطان 14، وقد تولى العرش وهو طفل صغير في عمر 14، فكان للرقم 14 دور مهم في حياته. أول ما قام به حين تولى الحكم هو بناء مسجده الشهير في اسطنبول، والذي بني مقابل كنيسة آيا صوفيا الشهيرة. فقد كان لا يحب النظر إلى تلك الكنيسة، وكان يقول دائما أني سوف أبني صرحا مهما يكون نظيرا لذلك البناء. وبالفعل قام ببنائه، وقد طلب من أستاذه الشهير عزيز محمود خداي أن يقوم بأول ضربة أساس في الأرض للبدء بتشييد البناء. وقام بعدها السلطان بحمل التراب على ظهره ونقله خارج المكان. تبرز أهمية ذلك البناء باعتباره مختلفا عن بقية المساجد العثمانية، حيث أنه بني على أعمدة ضخمة وله 6 مآذن، بالإضافة لموقعه الجغرافي المهم وسط المدينة، والذي كان مهماً أيضاً في فترة العهد البيزنطي. وما يميز السلطان أحمد أيضاً هو زوجته كوسم، وهي سيدة متميزة وقفت إلى جانبه وساعدته كثيراً في الحكم وفي المشاورات السياسية، واستمرت بعد وفاته بذلك. كوسم سلطان أو حسكي كوسم سلطان من الأقدار والزوجات للسلاطين العثمانية. قبل هذه نحن نعرف زوجته قانوني سلطان سليمان هرم سلطان، كانت لها دور كبير في الدولة خاصة في القصر، ولكن الكوثام سلطان كانت أجدى في تدخل الشؤون الدولة، خاصة بعد وفاة زوجها السلطان أحمد. كانت تتدخل في عهد السلطان أحمد، ولكن أكثر تداخلها في عهد المراد الرابع وأيضا المهمد، يعني ابنه وحفيده. تقريبا 30 سنة هي كانت تدير الحرب في داخل السرايا. بسبب هذا، بسبب أم مهمت، يعني أصبحت هناك مشاكل بين طرحان سلطان أم مهمت وكوسام سلطان، وبسبب هذا قتلت كوسام سلطان. هنا الباب العالي كما يعرفه العرب، والتوبكابي سراي كما يطلق عليه الأتراك، مركز صناعة القرار في السلطنة العثمانية وأساس وجودها وهيبتها. لطالما سمعنا عنه في الكتب والأغاني والقصائد وحكاية جدات في السهرات الطويلة. لطالما كان الباب العالي أصل القرارات المتخذة في السلطنة، هو مركز السلطة، فيه وزير السلطان ومستشاره الأول وأغلب قيادات الدولة العثمانية. منه يخرج ما كان يسمى بالفرمان، وهو القرار القطعي المصدق من السلطان إلى كافة ولايات الدولة
لتنفيذها. بعد فتح اسطنبول وإعلانها عاصمة للدولة العثمانية، كان لابد من بناء قصر يليق بالسلطان ويخدم الدولة الكبيرة. فتم بناء قصر في منطقة البايزيد مكان جامعة اسطنبول الحالية. إن التوب كابي هو القصر الثاني الذي تم بناؤه بعد الفتح. فقد قام السلطان محمد الفاتح قبل ذلك ببناء قصر له في منطقة البايزيد، ثم تم بعد ذلك ولأسباب مختلفة تاريخيا وسياسيا ببناء قصر التوب كابي، وأطلق عليه تسمية القصر الجديد. وقد كان هناك طقس متعارف عليه بين العثمانيين، حيث يتم بعد وفاة أي سلطان أخذ زوجته وأولاده وأقاربه جميعا إلى القصر العتيق، وفي يومنا هذا لم يعد هناك أثر لذلك القصر، فهو مدثور تماما. أطلق عليه لاحقا اسم توب كابي، وذلك في بداية القرن التاسع عشر، والذي يعني باب المدفع، وذلك كناية عن مراسم تعيين السلطان محمود الثاني، حيث أطلقوا المدافع في احتفال مراسم تعيين السلطان. ويمكن القول أيضا أن أسوار التوب كابي سميت كذلك كونها كانت الأسوار التي ضربت منها المدافع، ولكن القصر تم تسميته كذلك نسبة للاحتفالات والمراسم. في قصر توب كابي كان يتمركز مجلس الوزراء وكامل السلطة والإدارات والأعمال العقارية والفنية والسياسية. فقد كان يعتبر دولة بحد ذاته باعتبار تواجد المفاصل الرئيسية وصناع القرار فيه. لذلك نستطيع أن نقول عن توب كابي، والتي تعني باب المدفع، أنه باب الدولة. وقد كانت توب كابي مصدر قلق كبير للدول الأخرى خلال أكثر من 400 عام، باعتباره مركز القرارات الفاصلة التي تتخذ فيه الدولة العثمانية، والتي كانت إمبراطورية كبرى في ذلك الوقت. تنوعت الأسماء التي أطلقت على المدينة خلال عصورها الطويلة، فكان لها أسماء يونانية ورومانية قديمة، تنوعت بتنوع حكامها. وحين دخلت مرحلة العهد العثماني اقترنت المدينة بأسماء جديدة. كل تلك الأسماء ما تزال كتب التاريخ تحكي عن تنوعها وتعددها بجمالية لا تقل أبدا عن جمالية المدينة وتنوع مفاتنها. بدأت اسطنبول مع الحكم البيزنطي تعرف بقوة، وقد أطلق عليها أسماء متعددة ومختلفة. كان أولها أكروبول، ثم بيزنطة وبيزنطيوم، ثم مع الرومان عرفت بقسطنطينيو بولوس والقسطنطينية، وكان لها تسميات عدة في عهد السلطنة، فكانوا يسمونها دار السعادة ودار الخلافة والدار العليا. أما أهلها فيسمونها اسطنبول، كما عرفت في الشرق بالأستانة، وأطلق عليها خلال فترة القرن السابع عشر اسم لم يذكر كثيراً، وهو اسم إسلامبول. لم يكن اسم بيزنطة اسماً رسمياً كاملاً للمدينة، بل هو اسم اقترن بها من قبل القائد بيزنص الذي حكمها في فترة المغاريين، ثم أصبح اسمها بعد ذلك نوفاروما، وحين توفي قسطنطين تحول اسمها إلى قسطنطينوبولس، وعرفت بعدة تسميات أخرى سواء في العهد البيزنطي أو العثماني بعده. كانت خلال فترة حكم قسطنطين الأول تسمى نوفا روما، وتعني روما الجديدة، وقد سميت بعد وفاته باسم قسطنطينوبولس، أي مدينة قسطنطين، وظلت كذلك حتى الفتح وبداية العهد العثماني معها. مع الزمن القادمون إلى إسطنبول كانوا يقولون إسطنبولي، أي أنهم متوجهون إلى مدينة إسطنبول، وبهذا أصبحت إسطنبول مع مرور الزمن. البعض يقول أن اسم إسطنبول ظهر بعد الفتح، والدلالة على ذلك اسم إسلامبول، أي مدينة الإسلام، في دلالة على كثرة المسلمين فيها، ولكننا نعلم أن تسمية إسطنبول استخدمت قبل الفتح،
حتى أنه يمكنك ملاحظة ذلك في كتاب التنبيه والإشراف للمسعودي في القرن الثالث عشر والرابع عشر، إذ يقول لها إسطنبولين. وكذلك ياقوت الحموي كتب اسمها إسطنبول في كتابه معجم البلدان، وكانت عنوانا لمادة يقول فيها إسطنبول عاصمة البيزنطيين في القرن الثالث عشر. جذور ضاربة في عمق التاريخ وأوابد تشهد عن صناعها وحضارتهم. إسطنبول المدينة التي تعانق البحر وترتقي على تلالها المتعددة، تحاكي أرواح من شيدوها وتركوها، تقص عنهم الحكاية وتمنحهم سكينة في قبورهم التي شيدت من ترابها وحجارتها العتيقة. نعم، نحن لسنا مختلفون هنا. ربما أكون إيطالية أو عربية أو آسيوية، لكني بنت إسطنبول التي أحب والتي يحبها كل من يأتي إليها وربما يعيش فيها.